بيقول: ما هو فرق إعلانات الفيسبوك وجوجل من خلال تجربتك؟ الاتنين ممتازين، لكن في الوطن العربي أنا حسيت إن الفيسبوك أفضل معايا، لأن أنا برضو أغلب إعلاناتي في الوطن العربي بتكون معتمدة على الدول العربية اللي موجودة في شمال أفريقيا، وأبرزها مصر والمغرب والجزائر. ما أقصدش أقلل أبدا من وتونس طبعا، ما أقصدش أقلل أبدا من الدول الأخرى، الموضوع ما فيهوش تقليل، بس أنا بستشعر إن ليا أودينس في الدولة دي كبير مهتم بالبزنس بتاعي. حتى لما باجي ادخل على قناتي على اليوتيوب فيها مثلا فوق ال 110 الف مشترك، وادخل على احصائيات القناه بلاحظ ان هي دول اكبر 3 دول يعني متمركز فيهم الجمهور بتاعي. بالنسبه للدول العربيه اللي موجوده في يعني قاره اسيا، منها المملكه العربيه السعوديه. ومن فضلكم ما حدش يفهم التقسيم غلط، عشان انا قلته مره كده في حد زعل، انا بقول انا من خلال احصائيات القناه بلاحظ ان هي دي الدول الاكثر مشاهده للمحتوى بتاعي. فالفيسبوك بيجيب معايا نتائج كويسة جدا في الإعلانات في الوطن العربي، وبرضو إعلانات اليوتيوب بتجيب معايا نتائج كويسة جدا في الوطن العربي. إعلانات جوجل زي الديسبلاي أدز وغيرها عموما بتجيب معايا نتائج في السوق الأجنبية، بتجيب معايا نتائج في شوبيفاي، وفي منتجات والله دي بتجيب معايا نتائج افضل ومنتجات دي نتائج افضل، يعني ما اقدرش اقول مين افضل، لكن طبعا هم دول الشركتين العملاقتين في المجال والاقدم والناس بتتواجد عليهم بشكل اكبر وعندهم الاستهداف قوي جدا، لان جوجل من خلال الجيميل بتاعك اللي انا فاتحه دلوقتي وانت فاتحه دلوقتي بيبقى عارف احنا بنتصفح ايه وبنبحث عن ايه وكل حاجه، والفيسبوك كذلك عارف احنا عاملين لايك لصفحات ايه وبنتفاعل في صفحات ايه وبنتفاعل مع محتوى ايه وبنتفاعل مع اعلانات ايه، فبيبقى عنده الاستهداف في النقطه دي قويه جدا.